ده فيلم الكرتون اللي احنا هنعمله، وزي ما انتوا شايفين ده فيديو شرح. ايه رأيكم فيه؟ ادعمونا بلايك واشتراك وتعليق جميل منكم. ازيكم صحاب، عاملين ايه؟ هجيب لكم النهارده فيديو جميل جدا هتقدر من خلاله تقدم محتوى، تعمل فيه العاب او كرتون، عامة افلام كرتونية، تعمل حاجات كده من تصميمك. بس انت مش هتعمل اي حاجة ومش هتتعب نفسك، كله بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يا جماعة، طبعا احنا زي ما احنا عارفين بوظ الدنيا في كل حاجة دلوقتي. يعني انت تقعد كده سلطان زمانك وتأكد، بس ايه، تكة كده على الماوس تقدر تعمل كل حاجة. مش هطول عليكم، تعالوا نشوف الشرح ونشوف هنعمل فيديو كرتون ازاي مع بعض زي ما احنا قلنا بالذكاء الاصطناعي. زي ما انت شايف ده اول موقع، ماشي، اسمه عربي AI. طبعا الموقع ده هتلاقيه برضو في الوصف تحت، هسيب لك اللينكات دي كلها في الوصف تحت. اول ما تخش على اللينك هتلاقي بالمنظر دوت، طبعا هتدوس عربي لو انت طبعا عايز المحتوى بالعربي او عايز الموقع مثلا بالعربي. هيقول لك انضم الينا لتسجيل دخول، ممكن تقول تسجيل دخول وتخش عن طريق الجيميل الخاص بيك زي كده. طبعا انا عامل حسابات والكلام دوت، بس انا داخل من موقع تاني او من جيميل تاني عشان اقدم قدامك. زي ما انت شايف الموقع ده خطير جدا، بيديك طبعا حاجات مجانية، الموقع ده مجاني، وفي بعد كده ممكن انت تعمل تشترك معاه في بقية الانظمة عشان تاخد حاجات اكبر. طبعا هو هنا بيديك ديت، يعني دي اللي احنا هنشتغل عليها، ماشي، تحدث مع عربي GPT. وبعد كده ممكن انت تغير في الصور زي ما انت شايف، بس انت هنا ليك 3 صور مجاني الفري. ممكن هنا تقول له على اللي انت عايزه وهو يبدأ يعمل لك الصورة اللي في خيالك. هنا ممكن تزيل الخلفية، ترسم هنا حاجة وهو يعمل لك شبهها كده. عامة يعني دي تحسين الصورة، تدي له صورة مثلا منغبشة يطلع لك صافية زي كده. المهم الموقع ده خطير جدا، ده مش موضوعنا، هنرجع تاني للصفحة الرئيسية. المهم هنخش هنا، هنا بتقول طبعا في حاجات هنا جاهزة، احنا هنا هنكتب له اريد، او مثلا سيبك من اريد، هنقول له قصة خيالية رعب، وهنعمل كده. ممكن مثلا نوقف كده، احنا قلنا كرتون قصة خيالية كرتونية أو قصة خيالية للأطفال. زي ما انت شايف هو هنا طبعا كان بيقول لك زي ما انت شايف كده، هيديك هنا قصة خيالية. انت ممكن تعمل قناة للرعب وتبدأ تاخد القصة وتعمل نفس اللي احنا هنعمله، بس انت بطريقة تانية، فاهمني؟ يعني احنا بس احنا ايه، طبعا ده حاجة ايه مبدئيا. كان هناك مرة في قرية جميلة طفل صغير يدعى علي. كان علي طفلا ذكيا ومغامرا، وكان يحب استكشاف العالم من حوله. المهم هو بيبدأ يديك القصة، عايز تكمل بتقول له حاجة زي كده اكمل، وبعد كده هو بيكمل القصة اللي انت عايزها لو انت عايز اكتر يعني. المهم ده اول موقع هيدينا القصة اللي احنا عايزينها واحنا اللي احنا هنبني عليها الفيديو، تمام. ده الموقع ده هنركنه كده على جنب، وبعد كده هنرجع له تاني. هنيجي هنا للموقع ده، الموقع ده زي ما انت شايف برضو اللينك بتاعه هيكون موجود في الوصف تحت، بيديك صور خطيرة جدا، ماشي. الصور طبعا ديت اللي هو الكاركتر اللي احنا هنحركه، يعني ممكن صورة زي ديت احنا هنحرك البق، طبعا كله بالذكاء الاصطناعي. هناخد الولد دوت هنا، ممكن لو انت عايز تعدل على لون العين، تعدل على الشعر، الكلام دوت. بتبدأ تخش هنا على اوبن اديت، وبتبدأ تكتب له هنا اللي انت عايزه. طبعا هنا برضو بيقول لك سجل، فطبعا هتقول له بالجيميل، نفس الجيميل سجلنا وخلصنا. وراح فين الولد؟ نرجع كده تاني،
هو دوت المعلم. طبعا احنا هناخد ديت الصورة ديت، ارجع كده هنيجي هنا كده، الصورة ديت جميلة جدا دوت مثلا. يعني تعالى انت زي ما انت شايف، ايه طبعا انت هنا لو عايز تعدل عليها ده الوصف بتاع الصورة ماشي. عايز مثلا راسه اكبر من جسمه، عايز شعره بني وعامل كده، عايز لون عينه، اللي انت عايزه بتكتبه. طبعا لو انت مالكش في الانجليزي بتبدأ تخش على جوجل للترجمة، تكتب بس ترجمة جوجل ويبدأ يجيب لك ترجمة، وتترجم تكتب انت بالعربي وهو يكتب لك بالانجليزي وتحطها هنا، وبعد كده بيطلع لك الصورة اللي انت عايزها. احنا هناخد الصورة ديت، هندوس كده تنزيل، زي ما انت شايف سهل ولذيذ، الصورة نزلت وخلصنا ماشي. هنيجي مثلا هنا ممكن تاخد اي صورة، بس احنا ايه ناخد مثلا ده، بس لو اطول الرجل طويلة يعني كامل شخصية كاملة يبقى ألذ. بس انا ايه عشان ما اطولش عليكم، انا هختار مثلا البنت ديت ولد من هنا، نزلتها مرتين ماشي. المهم كفاية كده، وانت بعد كده انا بديك الفكرة وبديك المواقع وانت عليك تبتكر. طبعا انت مش هتاخد نفس اللي انا بعمله، انت هتبتكر انت منك لنفسك. وبالمناسبة الموقع دوت ممكن تاخد منه خلفيات للموبايل بتاعك او لجهاز الكمبيوتر بتاعك، خلفيات مميزة جدا زي ما انت شايف، يعني الجودة بتاعتها عالية جدا ماشي. المهم نزلنا كده الصور اللي احنا عايزينها، احنا لازم نخرج كده. هنيجي هنا الموقع ده للمونتاج، الموقع دوت احنا هنزيل بيه الخلفية اللي انا هوريها لك دلوقتي بالطريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي. هنيجي هنا كده ونعمل كده، وهنيجي على الولد دوت اللي احنا نزلناه من شوية، وهندوس هنا على العلامة ديت ماشي، وبعد كده هندوس سيلكت ديت. بيبدأ يحدد لنا الولد زي ما انت شايف. بعد ما تحدد الولد هندوس هنا على العلامة ديت اضافة القناع زي ما انت شايف كده عملت ازاي. بعد كده بنبدأ ندوس هنا طبقة جديدة ديت، نجيبها تحت كده تمام، وهنا بتختار اللون الأخضر لو هي مش موجودة، وياريت يبقى أخضر فاتح. وبعد كده بتدوس على كنترول وسيلكت باك، سبيك باك اسف، سبيك باك اللي هو اللي فوق الانتر اللي عليه سهم، اللي انت بترجع ورا الفولدر، يعني لما تيجي تخش جوه فولدر عايز ترجع تاني بتدوس عليه، هو ده سبيك باك. بتبدأ تعمل خلفية خضراء وكروما زي ما انت شايف، بتأكد زرار واحدة وانت قاعد مكانك ومرتاح. بعد كده يا معلم تدوس على ملف وتدوس صدر ك جي بي تي، دوس على جي بي تي، بعد كده بتدوس الحفظ. طبعا هنا الجودة بتاعت زي ما انت شايف الجودة اللي هي بتاعت الشخصية نفسها او الصورة، وبعد كده بندوس الحفظ كده اتحفظت. بنبدأ نعمل التانية، نلغي ديت خلاص. ونبدأ نعمل شخصية تانية مش انتي، نجيب مثلا الولد دوت، هندوس نفس الكلام، هندوس سيلكت، لازم تستنى 18 ثانية. هو بيجيب لك اعلان كده ايه عشان انت عايز تعمل زي ما انت شايف جاري التحميل، حدد لي هو عليه
ببدأ أدوس هنا تاني زي ما انت شايف شال الخلفية، بقوم جاي هنا أو عامل كده انضاف الطبقة أشدها لتحت تاني. طبعا احنا هنا عاملين على الأخضر زي ما هي، هندوس كنترول والسيلكت باك عمل لي الكرومة زي الفل. هندوس تاني ملف وهندوس صدر كام جي بي تي، احنا تمام كده، احنا عندنا 2 كرومة شخصيتين. هنكمل عليهم الفيديو وانت برضو هتعمل اللي انت عايزه. هنيجي للموقع ده، الموقع ده هيخلي الشخصيات الصور اللي انت شفتها بتتحرك معاك اكنها فيديو. تمام، تعال نشوف مع بعض. هنخش على الموقع زي ما انت شفت برضو كده، هندوس هنا كرييت فيديو، دي الشخصيات اللي هو بيديها لنا. تمام، هنا هندوس اد، هندوس هنا تسجيل طبعا بجوجل بالجيميل. والافضل ان انت ما تعملش، يعني انا بعمل بايميل تاني، يعني بعمل باكونت تاني غير القناه، غير الايميل بتاع القناه. طبعا هنا بيقول لك كده على شويه حاجات، انت طبعا لو مش فاهم هتدوس في ترجمه. انا اليس، ناخد 30 ثانيه تخصيص، هل انت فرد ام شركه؟ انا شخصي. ما نوع مقاطع الفيديو التي تريد انشائها؟ مثلا ترفيه او وسائل التواصل او تمرين او ايا إن كان. انا اقول وسائل التواصل، خلاص كده كده الموضوع انتهى. احنا كده في السليم يا معلم. انا هقول له هنا انا عايز انا اللي اضيف صورة، هضيف له الصورة اللي احنا قلنا عليها. زي ما انت شايف الصورة اهيت، طبعا هو محددها هنا. لو انا عايز اكتب حاجة وهو يقولها، طبعا الروبوت هو اللي يقولها، بس انا ما بفضلش الموضوع ده. احنا هنقول له تحميل صوت، انت تبقى مسجل، يعني انت مثلا اولادك اصحابك ايا كان، تبقى مسجل مثلا محتوى الصوت اللي انت عايزه، وبعد كده بتبدأ ترفعه على الموقع ده. كده بيتحمل الصوت اللي احنا عملناه، لازم الصوت يبقى ام بي 3 زي ما انت شايف. وبعد كده بتدوس له هنا، وبعد كده لاتس جو، دوس له هنا. هنا كده بيبدأ يتعمل الفيديو اللي احنا عايزينه. طبعا بيبدأ يتصدر. وعلى فكرة الموقع دوت من احلى المواقع اللي هو بيعملك الفيديو، الجودة وحركة الشفايف بتتحرك جميلة جدا وسهلة، يعني تحس ان هي طبيعية. هنشغل الفيديو، سو بيبدأ يتحرك يعني مع الكلام كمان. طبعا في علامة هنا مائية، طبعا دي هنشوفها دلوقتي نعملها ازاي. المهم نيجي بعد كده الموقع التاني. الموقع ده بقى بيديك يحرك لك الصورة تبقى ثابتة، يحركها برضه. هتشوف الموقع عامل ازاي، موقع جميل كله بالذكاء الاصطناعي. احنا كده ما تعبناش في اي حاجة. هتعلم هنا عشان تسجل، وبعد كده بتقول كونفيرم، تبدأ تدوس هنا، هندوس داونلود.
انا اجيب صورة كده كنت منزلها. هنشوف هيعملها لنا ازاي دلوقتي. ممكن ندوس هنا نحط واحدة تانية غيرها. انا هحط ديت اللي احنا نزلناها برضو من موقع الصور اللي هو تاني واحد اللي احنا نزلنا منه الشخصيات. وهنا بقى انت دي اعدادات عشان الحركة نفسها زي ما انت شايف. طبعا الاعدادات ديت انت هتبدأ تتحكم فيها براحتك. هنا ديت لو عايزه سريع زي ما انت شايف، عايزه ابطأ 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 لحد ما بتيجي هنا، ده البطيئة خالص ماشي. هنا دي حركة الدوران، عايزها مثلا بتدور كده او عايزها كده ولا كده، بعض مواربة ولا فوق وتحت بس كده، يعني انت برضو بتختار اللي انت عايزه ماشي. وهنا يعني دي اعدادات ماشي. انا برضو مش عايز اطول عليك الفيديو، انت طبعا تقعد تلعب هنا كده لحد ما تطلع او تفهم كل اللي انت عايز تفهمه. لو عايزين شرح كامل للفيديو عشان نشرح فيه المواقع ديت تبقى قولوا لي، اكتبوا لي في تعليق. المهم احنا خلصنا ديت كده، عايزين ننزلها ندوس له هنا مشاركة. طبعا عشان بشرح لك وعشان الوقت دوت والكلام ده، فانت كل ده تعمله سهل. يعني انت كل دوت كده هياخد معاك مثلا سكة ال10 دقايق، ربع ساعة في فيديو واحد، فتلاقي الموضوع سهل ولذيذ يعني ماشي. بقى كده ندوس له هنا MP4، بقى كده ندوس له هنا سيف. كده زي ما احنا شايفين الفيديو سايف معانا، اتسايف اهو. كده احنا خلاص كل حاجة موجودة معانا، معانا القصة. طبعا انا قلت كلام ما قلتش القصة، انا قلت حاجات كده خارج القصة، بس انا قلت اقول لك الموقع ده نجيب منه القصة اللي انت عايزها. والموقع ده الصور، ودوت المونتاج، ودوت اللي هو خلي الصورة تتكلم ماشي، ودوت تحرك الخلفية. هنيجي بقى هنا للمونتاج بقى بتاعنا. هاجي كده واحط له الفيديو اللي احنا عملناه ماشي. وبعد كده هاجي هنا تاني واشوف دوت اتحط في اي فولدر، هندوس له كده داونلود. هو كده هو كمان يتحمل. هنجيبه هنا زي ما انت شايف، هنعمل كده. طبعا ديت هناخدها كوبي بسط، او ممكن نجيب كده. طبعا انت براحتك ممكن تنزل كام صورة وتعمل كذا خلفية وكذا مشهد. طبعا على هنا علامة الكروما ديت اللي انت شايفها ديت كده، هندوس هنا ونعمل كده. كده احنا شلنا الكرومة، شلنا قصدي العلامة المائية. وبعد كده نيجي هنا هنقول له، هنيجي كده على الصورة زي ما انت شايف، وهندوس هنا. هنيجي هنا، لا هنا يا ربي، وهنيجي كده ريموف كلور، ريموف كلر زي ما انت شايف. هما بيختاروا اصلا الاخضر عشان الكرومة، هنزود ده كده عشان نزيل الاخضر تمام. وبعد كده نرجع كده تاني
وبعد كده نرجع الشخصية كده صغننة تاني. انت بقى بعد كده طبعا بتعمل كذا شخصية من دول، انت بتعمل القصص براحتك، المشهد فيه مثلا شخصيتين تلاتة وتبدأ تسجل الصوت كده يعني، انت بقى بتظبط الدنيا. زي ما انت شايف الفيديو هيبقى عامل ازاي، انا هكبر لك كده الدنيا. طبعا انت ممكن تحط صور وتشرح الصورة ماشي، طبعا عشان مزود الخلفية، فهو الشخصية راحت وكملت الخلفية لوحدها. وبعد كده طبعا بتصدر من هنا، تعمل كده مثلا اتش دي دوت سمارت اللي انت عايزه، نيكست، تكتب اسم الفيديو، تكتب اسم الفيديو اللي انت عايزه، وبعد كده بتدوس فينش. وبعد كده بينزل الفيديو، مبروك عليك الفيديو اللي انت عملته. انت بقى بتخترع، انا عايزك تخترع، انا بديك حاجة كده الطريقة وانت بتخترع بيها. دعونا بلايك واشتراك، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. شكرا لكم.